السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية في أنظمة قواعد البيانات. في هذه المحاضرة سوف نوضح الخصائص الرئيسية لقواعد البيانات وأيضا الوظائف المتعلقة بقواعد البيانات. في البداية الـ Self-Describing Nature of Database System، طبيعة الوصف الذاتي لنظام قاعدة البيانات. إن السمة الأساسية لنهج قاعدة البيانات هو أن قاعدة البيانات ما تحتوي فقط على database itself، ما تحتوي على الـ database نفسها، لكنها تحتوي أيضا على تعريف definition or descripting، وصف كامل للـ database structure والـ constraint، المحددات. يتم تخزين هذه الـ definition والـ structure والـ constraint بداخل database management system catalog. الكتالوج مثل دليل يحتوي داخل الـ database management system، نظام إدارة قواعد البيانات. يحتوي على المعلومات مثل الـ structure بكل فايل، هيكلية كل فايل ونوع وخزن الفورمات الخاصة بالبيانات ومختلف المحددات الخاصة على الداتا، مثل المحددات مثلا يكون هذه البيانات اللي دخلناها بداخل الجداول القاعدة البيانات، يكون تعريفها مثلا نوعها انتجر أو فلوت. و أيضا هذه المعلومات سوف تخزن بداخل هذا الدليل أو الكتالوج وتسمى بالميتاداتا. في المحاضرة السابقة وضحنا معنى الميتاداتا، هي البيانات الداخلية أو الضمنية اللي تكون داخل الداتابيس، مثلا كان اسم طالب، رقم تليفون طالب، عنوانه، أي بيانات تسمى بالميتا داتا، البيانات الضمنية. نوصف الهيكلية العامة للداتابيس الأساسية، وصفناه أيضا بالمحاضرة السابقة بالهيكل العام لقاعدة البيانات. استخدام الكتالوج أو للداتابيس مانجمنت سيستم سوفت وير، والداتابيس يوزر يحتاج إلى مستخدمين لقاعدة البيانات، يحتاجون إلى معلومات حول هيكلية قاعدة البيانات. هذه المعلومات كتابة الحزم لبرامج داتابيس مانجمنت سيستم تستخدم لأغراض عامة لتطبيق على قاعدة بيانات معينة. يجب أن نشير أن هذا الكتالوج نقدر نستطيع أن نعرف بنية الملفات في قاعدة البيانات، مثلا نوع وتنسيق البيانات اللي نريد نوصل إلها، يعني أنه البيانات اللي نريد نوصل إلها لازم تكون ضمن نوع وتنسيق خاص إحنا رايديه، يستطيع المستخدمين الوصول إلها من خلال الديسكريبشن الخاص بالداتابيس اللي يكون داخل الداتابيس مانجمنت سيستم. النقطة الثانية هي الانسيوليشن بين بروجرام اند داتا. عادة بالمعالجات التقليدية للملفات يتم تضمين ملفات برامج التطبيق، إن هذه التغيرات اللي تحدث على الهيكلية العامة للفايل تحتاج إلى require changing all programs that access that file، إنه أي تغييرات في بنية الملف تتطلب تغيير جميع البرامج اللي حتى نوصل إلى هذا الملف. لكن بال database management system access program do not require that change in most cases، بمعنى أنه ما نحتاج، ما يتطلب تغيير بجميع البرامج حتى نوصل إلى
مثلا ملف معين، يتم تخزين هذه الملفات أو البيانات بداخل الـ Database Management System Catalog منفصل From the Access Program. يعني البيانات بالـ Database Management System تكون مستقلة، يعني من نخلق بيانات مثلا أي تحديث أو تعديل على البيانات ما راح يتعدل على يتطلب تعديل على جميع الملفات، لا تكون لها استقلالية خاصة. We call this property program data independence. بمعنى شنو يسمى هذا؟ بال data independence، البيانات البرامج المستقلة أو الاستقلالية. هاي البيانات هي تعطينا خاصية لل database management system، خاصية تسمح باستقلال البيانات ونقدر نستخرج هذه البيانات. نريد مثلا نستخرج بيانات معينة، هاي البيانات تكون من خلال ال program data independence، وتكون موجودة هذه الخاصية بنظام إدارة قواعد البيانات اللي هي database management system. لازم تعرفون مصطلحين مهمة وتحفظوهم، اللي هي database قواعد البيانات وال database management system. لازم تفرقون بين database management system وال database، كل واحد شنو المهمة الخاصة به. ال database management system provide user with conceptual representation of data that does not include many of the detail. يوفر نظام إدارة قواعد البيانات للمستخدم مستخدمين تمثيلا مفاهيميا للبيانات لا يتضمن العديد من تفاصيل، يعني ما يحتوي على تفاصيل انه ما يحتاج انه نعرف شلون نخزن هذه البيانات او كيفية تنفيذ العمليات، لا يعني بس انه نقدر انه نخلق جداول نصمم الجداول، يعني ما يحتاج نعرف تفاصيل شلون تنخزن هذه البيانات، عملية خزن البيانات أو كيفية تنفيذ هذه العمليات اللي هي مثلا الكويري الخاصة بالـ database. النقطة الثالثة اللي هي الـ support of multiple view of the data، دعم واجهات النظر المتعددة على البيانات. معنى أن قاعدة البيانات لها أكثر من يوزر، أكثر من مستخدم، يتطلب مثلا وجهة نظر معينة أو وجهة نظر مختلفة. يريد مثلا يصمم قاعدة بيانات مثلا عدد معين من الجداول، يختصر مثلا الجداول، أو مثلا شخص يريد يصمم قاعدة بيانات كبيرة، فكل شخص له وجهة نظر معينة حتى يصمم بها قاعدة البيانات اللي تناسبه حسب الموضوع أو التطبيق اللي يريد يصممه. النقطة الرابعة الـ sharing of data of multi-user transaction processing، معناته مشاركة البيانات ومعالجة المعاملات المتعددة المستخدمين، يعني أكثر من user اللي هو multi-user أكثر من مستخدم. يسمح نظام قاعدة البيانات الـ Database Management System يسمح لأكثر من يوزر أنه يدخل للـ Database بنفس الوقت. هذا يعد ضروري مثلا It is essential if data for multiple applications is to be integrated and maintained in signal data. معنى أنه البيانات الأساسية نقدر أنه ندخل لها بأكثر من تطبيق، ويكون دمج هذه البيانات بتطبيقات متعددة ونقدر أنه نحافظ عليها بقاعدة بيانات واحدة. يعني أنه البيانات بالمالتي يوزر من يدخل على أكثر من معلومات بنفس الوقت راح نقدر نحافظ على الانتجريتد، و
نحافظ على ال database، يعني بقاعدة بيانات واحدة، ما راح يصير لنا أكثر من نسخة لقاعدة البيانات من نسوي تحديث أو update على البيانات. فهذا راح يحافظ لنا على قاعدة البيانات وراح يخلصنا من عملية التكرار بقاعدة البيانات، اللي هي أيضا من المميزات قواعد البيانات، تخلصنا من التكرار. ونظام قاعدة البيانات، إدارة قاعدة البيانات، الـ Database Management System، تخلينا نتحكم بالتزامن ونتأكد من أنه العديد من المستخدمين اللي يحاولون يحدثون البيانات بنفس الوقت يقومون لازم بنفس الطريقة، وتكون نتيجة التحديثات اللي نسويها على الـ Database تكون صحيحة، تكون can be accessed only by one agent at a time for assignment to a passenger. على سبيل المثال أنه عندنا وكلاء حجز يريدون حتى يحجزون مقعد على رحلة طيران، هذا النظام قواعد البيانات حتى نوصل إلى كل مقعد من قبل شخص أو وكيل واحد بكل مرة حتى يختار أحد الركاب. فيعني حتى نخصص مقعد برحلة الطيران ونحجز هذا المقعد لفلان شخص، فخلاص إنه نحجز هذا المقعد لهذا الشخص، فما راح نقدر إنه إذا أريد نحدث مثلا لغة هذا المقعد، أريد نحدث البيانات نضيفه ننطي الغير شخص، راح نقدر نسوي تحديث عليه بنفس الوقت. من المميزات الأساسية أيضا للـ Database هي Database Related Job، شنو هي المهام الرئيسية لقواعد البيانات؟ يمكن تقسيم المستخدمين بقواعد البيانات User may be divided into those who actually used and control the content تسمى called actor and the sense. إنه قاعدة البيانات نقدر أن ننقسم اليوزرية أو المستخدمين اللي يستخدمون المحتوى الفعلي ويتحكمون بقاعدة البيانات، إن هم يكونون مسيطرين على كل قاعدة بيانات، يسمى اللي هو يسمى الأكترز أو الـ مثل العمال ما وراء الكواليس أو الممثلين اللي المسؤولين عن قاعدة البيانات، هم اللي يقدرون يسوون develop يطورون من قاعدة البيانات ويصممون يكونون مسؤولين عن الـ database management system، برامج الـ database system والتصميم والتنفيذ قاعدة البيانات، يسمى بالـ worker behind the scenes اللي هم العمال ما وراء الكواليس. بالبداية راح نوضح شنو يعني الـ actor on the scenes، الفاعلون أو الممثلون في المشهد، يعني اللي هم يكونون مسؤولين عن الـ database system. أولاً اللي هو الـ database administrator، المسؤول عن قاعدة البيانات، هذا الأساس والمهم في قاعدة البيانات بأي مؤسسة. in any organization where many people use the same resource، بأي مؤسسة نستخدم العديد من الأشخاص لهم نفس المهمة ولهم حاجة إلى رئيس إشراف يكون هو الـ Chief Administrator، اللي هو يكون الشخص اللي مسؤول عن أي نظام، مثلا نظام شركة طيران أكو شخص يكون هو مسؤول عن الشركة كلها، فهذا يسمى بالـ Database Administrator، يستطيع حتى يشرف على هاي البيانات ويديرها ضمن بيئة قاعدة البيانات. المورد الأساسي بقاعدة البيانات
يكون هو الـ primary resource بقاعدة البيانات، يعني الرئيس أو المدير المسؤول بقاعدة البيانات، وتقع مسؤولية إدارة الموارد على الـ database management system and related source. وأيضا الـ database لها تعطي الـ administrator مسؤولية التحكم أو بقاعدة البيانات، سواء إضافة جداول، حذف جداول، تعديل على الجداول، حماية قاعدة البيانات. أيضا يقدر أنه يسوي يختار لغة قاعدة البيانات. فكل المهام واللي نسوي لها coordinating and monitoring اللي هي تنسيق ومراقبة قواعد البيانات تكون تحت سيطرة database administrator، ويكون مسؤول عن مثلا إذا عن الخروقات الأمنية، ومثلا the database administrator اللي هو مختصر عن ال database DBA database administrator هو المسؤول عن حل المشاكل، مشاكل الأمن، الخصوصية، حماية الداتابيس من أي مهام غير مصرح لها الدخول لقاعدة البيانات، وأيضا المسؤول عن ضعف وقت استجابة النظام. بهذا المخطط رح نوضح الهيكلية العامة أو شنو مهام الداتابيس أدمنستر. هنا عندنا بالبداية الـ database مهمته مثلا الـ basic statics، بمعنى أنه يقدر يخلق لنا جداول، يسوي لنا هيكلية عن قاعدة البيانات ويصمم لنا إياها. أيضا هو المسؤول عن لغات الاستعلام بقاعدة البيانات، مثلا تكون SQL، Python، لغة الـ R، وأيضا Database Reporting and Query يكون مسؤول عن التقارير والاستفسارات الخاصة بالـ Database، وأيضا مسؤول عن الـ Data Security اللي هي حماية الـ Database، وأيضا يكون مسؤول عن الـ Database Backups and Recover أنه يسوي عملية backup، يحفظ نسخة من قاعدة البيانات ويقدر يسترجعها بوقت لاحق. المهمة الثانية الجواب الخاصة بالـ Database اللي هي الـ Database Designer. الـ Database Designer هم المسؤولين عن تحديد المحتوى والبنى التحتية والقيود والوظائف اللي هي define the content المحتوى والstructure الهيكلية and constrain المحددات والfunction الوظائف والour transaction المعاملات المسؤول عن قاعدة البيانات، ويسهل عليهم التواصل مع to communicate with end user مع المستخدمين النهائيين وفهم احتياجاتهم، انه هذا الشخص يريد مثلا يصمم موقع شركة طيران، فشنو يحتاج موقع الشركة، شنو المتطلبات الأساسية لموقع الشركة. هذا النظام يكون مسؤول عنه الـ Database Designer. قبل البدء بعملية التاسك أو المهام حتى يصمم قاعدة البيانات لازم يعرف يملي البيانات ويعرف يخطط لها ومثلا يحولها إلى تشارت يصممها، وبعدها أنه ينفذها. بعد ما يكمل التصميم راح ينفذ الـ database وراح يخلق لنا database ويقدر يصمم لنا الهيكلية العامة أو النهائية لقاعدة البيانات حسب الاحتياجات اللي احنا نريدها.
الـ End User هو المستخدم النهائي اللي هم راح يقدرون يستخدمون الـ Query والـ Reports التقارير ويقدرون يحدثون على المعلومات بقاعدة البيانات. فاللي هو المسؤول النهائي اللي هم مثلا يكونون الموظفين أو الطلاب، فهذا يسمى بالـ End User. بهذا المخطط نوضح الـ Database Designer، مصمم قاعدة البيانات. شنو مهمته؟ إنه الـ Database Designer راح يعطينا المسؤول حيقدر يصمم لنا Design SQL Statement Templates، يصمم لنا التابلت الخاص بالـ SQL. مثلا نكون إيش قد عندنا عدد جداول، إيش قد نريد عدد الجداول، يربط الجداول مع بعضها ويحدد لنا المعلومات اللي بداخل الجداول اللي هي معلومات الضمنية، ويكون أيضا مسؤول عن الـ Database Model اللي هي تكون الـ SQL Statement Template Document، المحتويات بكل عملية نخلق بها database. هاي الجداول تكون ضمن document خاص ينحفظ بالـ Database. هذه الـ Document تكون بداخل الـ Database Model. الـ End User، هذا الـ End User اللي هو المستخدم النهائي للموقع أو لقاعدة البيانات. شكرا جزيلا.